سبحان الله عدى على خير. الحمد لله على السلامة. ايه جاي ايه تعبان كده في ايه؟ بص يا بنت الناس، طبعا بكره هو يوم رمضان. كل سنة وانت طيب. النهارده سحور. الحمد لله. اقول لك على حاجة حلوة تحطيها قاعدة في دماغك وبتعمليها. في ايه؟ تتصلي بصحباتي كلهم بنت بنت. وانا اتصلت بصحباتي وقلت في المنطقة أي عربية تخش توزع كراتين رمضان اتصلوا عليه على طول. ما هذا كسوة ضمني الكراتين رمضان. ايه انت محتاج يا راجل كراتين رمضان؟ مالها نعمل ايه؟ انت عارفة كيلو رز بكام؟ كيلو السكر بكام؟ ازازة الزيت بكام النهارده؟ هنجيبه منين احنا؟ شغل دماغك، في ناس كتير قوي بتطلع لله، فاحنا نعمل ايه؟ أول ما تيجي العربية هيرن علي، فينك يا عبدو؟ انزل لنا بسرعة. روح أنا أعمل ايه؟ حلا اقلع هدومي والبس يا بنطلون المقطع والتيشيرت المقطع، وانت تمسك حته الجلابيه من عند القديمه تقطعيها وتلبسيها وترمحي. بس كراتين رمضان دي اللي بتطلع لله بتطلع للناس اللي محتاجه، انت مش محتاج. يا بابا ماشي، حتى لو انا مش محتاج، بس انا اليومين الجايين دول في حلويات وفي زيت وفي حاجات حلوه، انت عارفه منين احنا نجيبه؟ ده اللي جاي على قد اللي رايح. لا انا حطيت صوابعي العشرة منك في الشقه، انت ما ينفعش معايا. انا اشوف اخوك ابو فارس اشتكي له. شوف اخوك الكبير اشتكي له. شوف اخوي الكبير. مال اخوي الكبير؟ لا انا شوف. اتفضل يا ابو فارس. اهو الحمد لله جه. ايه يا ابو فارس؟ دوبا. انا لازم اشتكي لك من اخوك. اللي بيعمله ده ما ينفعش. ليه اللي حصل؟ ومالك انت كمان جاي تعبان ليه؟ والله من بدري عمال اودع في صوت البطاطا. بطاطا ايه مالها؟ معاش خد كرتونة رمضان داخل على رمضان. كل سنة طيبة والحال تعبان. انت كمان ولا ديابات اشتكي لاخوك الصغير من مكانك. والله كل سنة طيبة والظروف صعبة دلوقتي والحال واقف وما في شغل. وانت كنت واخد البنت الصغيرة معاك؟ انا واخد بنت صغيرة اعمل ايه؟ عشان اقول لك ان عليه. يا مر جاهز حيلك وجاهز مراتك وعيالك، وانا جاهز الشملولة اللي معايا دول وفي قضمين مقطعين كده، اي عربية تيجي في المنطقة بتفخر عليها. ماشي يا دبول ماشي يا دبول. هو الشغل الجديد تيجي؟ ما هنعمل ايه طار؟ الحال واقف، كل سنة طيبين ورمضان داخل علينا ولسه كسرت العيال. كل سنة طيبين.